معرفش حاجه. كريم معزومك الف مبروك. اللي انت بتعمله ده ما حدش عمله قبل كده وبالتالي ما حدش يعمله بعد كده. والله يعني هو مش انا اللي عامله يعني هو مش انا بس يعني بيتر ميمي وحسين عصر وكل الناس اللي وقفت ورا الكاميرا بصراحه دورهم كبير جدا 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 ويستحقوا تعظيم سلام. فكره بالجبروت ده جات لكم ازاي وانت اشتغلت عليها وقت قد ايه؟ لا هو مش ما الفكره ما جاتليش الفكره مع بيتر ميمي تقريبا لا من 5 سنين من حاجه كده وبيتر بيحلم بالفيلم ده لحد ما جه وقت تنفيذه وكلمنا وكلنا اتحمسنا للفيلم ويا رب يطلع بقى يعجب الناس. ليه دايما افلامك فيها حاجه البعد النفسي ان حد عنده ازمه نفسيه وبيعيشها ليه الحته دي دايما عندك؟ والله لا مش دايما ولا حاجه ده هو كان يطلعوا لي بره يطلعوا لي بره بس ومش مش مش نفس التركيبه دي خالص ولا قريبه منها حتى والفيلم ده بيتر هو اللي كاتبه فهو شافني في الحته دي ف بس انت عشت حاله عذاب غريب كده وفي البيت بقى وش لاقينك وقعدت لوحدك وانعزلت فايه اللي حصل؟ لا يعني كنت بحاول اجتهد بيظهر بزياده شويه فبس الحمد لله ربنا عداها. طب يعني زيزو والمدام عندك خرجوك ازاي من الموضوع ده؟ لا هو ربنا اللي خرجني من الموضوع. الموضوع كان صعب.